وحشي ابن حرب. 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 هو وحشي ابن حرب الحنشي مولى بني نوفل، قيل كان مولى طعيم بن عدي يكنى أبا دسمة وقيل أبا حرب. كان وحشي عبدا حبشيا من الموالي عند العرب. يقول وحشي عن نفسه: كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيم بن عدي قد قتل يوم بدر. فلما صارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق. فيقول: فخرجت مع الناس حين خرجوا إلى أحد، فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته مثل الجمل الأورق في عرض الناس يهز الناس بسيفه، فوالله إني لأريده، واستترت منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني، وتقدمني إليه سباع بن عبد العزى. فلما رآه حمزة قال: إلي يا ابن مقطعة البذور، فقد كانت أمه ختانة بمكة، فوالله لكأنما أخطأ رأسه فهززت حربتي حتى إذا رديت منها دفعتها علي، فوقعت في أسفل بطنه حتى خرجت من بين رجليه، وخليت بينه وبينها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر ولم يكن لي بغيره حاجة. فلما قدمت مكة عتقني. ويروي وحشي قصة إسلامه فيقول: فلما افتتح رسول الله مكة هربت إلى الطائف، فلما خرج وفد الطائف ليسلموا ضاقت علي الأرض بما رحبت، وقلت بالشام أو باليمن أو بعض البلاد، فوالله إني لفي ذلك من همي، إذ قال لي رجل: والله إن محمدا لا يقتل أحدا يدخل في ديني. فخرجت حتى قدمت المدينة على رسول الله، فدخلت عليه في خفة وحذر، ومضيت نحوه حتى صرت فوق رأسه، وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك عبده ورسوله. فلما سمع الشهادتين رفع رأسه إلي، فلما عرفني رد بصره عني وقال: أوحشي أنت؟ قلت: نعم يا رسول الله. فقال: أقعد وحدثني كيف قتلت حمزة. فقعدت فحدثته خبره، فلما فرغت من حديثي أشاح بوجهه وقال: ويحك يا وحشي، غيب عني وجهك فلا أرينك بعد اليوم. ثم دارت الأيام، وادعى مسيلمة الكذاب النبوة، وكان يقول لمن حوله: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته أقبل إليه ومعه ثابت بن قيس، وفي يده صلى الله عليه وسلم قطعة من جريد النخل، فقال له: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن أتعدى أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعكرنك الله، أي إن أدبرت عن طاعتي ليقتلنك الله. وقتل مسيلمة الكذاب، فقد قتله وحشي رضي الله عنه في معركة اليمامة أيام خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في آخر السنة 11 وأول السنة 12 من الهجرة النبوية الشريفة. قال وحشي عن هذا اليوم: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب،
قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان. وكان وحشي رضي الله عنه من الرواة التي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى عنه الحديث الشريف، وهو أن أصحابه صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. ومن كلمات وحشي بن حرب الحنشي كان يقول: قتلت بحربتي هذه خير الناس، يقصد حمزة، وشر الناس، يقصد مسيلمة الكذاب. وكان يقول رضي الله عنه: أكرم الله حمزة بن عبد المطلب والطفيل بن النعمان بيدي، ولم يهني بأيديهما، يعني لم يقتل كافرا. توفى وحشي في مدينة حمص، ودفن فيها، وقبره موجود في حي باب الضريب، وإلى جانبه قبر ثوبان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجامع الذي دفن فيه معروف بحمص باسم وحشي ثوبان. اللهم سير قلوبنا إلى طاعتك، واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.